بحضور ممثل رئيس الوزراء وزير البنية التحتية آدم يونسمي، اختتم صباح اليوم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي عبد الرحمن مختار محمد أعمال الدورة الأولى للمجلس، والذي جاء تحت شعار كيف ننمي الحوار الاجتماعي في شات. هارون أبعد. من السادس حتى العشرون من هذا الشهر عكف المشاركون في الدورة العادية الأولى للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي لدراسة وتحليل الإشكاليات التي تعيق الحوار والتفاوض لحل المشاكل الاجتماعية الناجمة عن اختلاف الرؤى ووجهات النظر بين أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في القطاعين العام والخاص، وذلك لوضع آليات كفيلة لبسط نفوذ الحوار تفعيلا لشعار هذه الدورة كيف ننمي ثقافة الحوار الاجتماعي في تشاد، وذلك من أجل خلق التراضي بين الأطراف المتحاورة وخاصة في السلك الوظيفي. وأن هذه الدورة تزامنت مع جهود الحكومة الرامية إلى حل المشاكل الاجتماعية بسبب التقلبات الاقتصادية. وقد اختتم أعمال الدورة رسميا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي عبد الرحمن مختار محمد، الذي قال إن رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو قد وجه بضرورة جعل الحوار الاجتماعي مهمة أساسية لوزارة الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي. في هذه المناسبة الكريمة لا يسعني إلا أن أقول بأن الحصاد قد أعطى ثماره الموعودة، بحيث إن تحليل هذا الموضوع ذو الأهمية والمواكبة لا يوصف، وأن المستشارين قد أكدوا اعتقادهم بأن الحوار الاجتماعي هو الأداة الأساسية للتقدم والازدهار لكل قطاع عملي، وباختصار فإن الحوار الاجتماعي هو المفتاح لبناء السلام الاجتماعي. ومن أجل صبغ مستدام لثقافة الحوار الاجتماعي في العلاقات الاجتماعية والمهنية، فإن الأطراف المعنية يجب أن تفضل بطريقة توافقية المصلحة العامة، وأن تعمل ما في وسعها لحوار خال من أي حكم مسبق لضمان سلام اجتماعي دائم. كما أكد عبد الرحمن مختار محمد أن بلادنا تمتلك آلية قضائية تساعد على خلق حوار اجتماعي حقيقي، مما يرفع من رغبة الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لتأسيس تناسق فاعل في مجالات الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وأن السهر الدائم على آليات الوقاية واحتواء الأزمات الاجتماعية والمهنية يعد ضرورة حتمية، على حد تعبير رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي خلال اختتام أعمال الدورة الأولى للمجلس.